ما بال مولاتي قد تكدر مزاجها. اللبؤة التي تجتاح عرينها ضبوعة وضيعة، ومع ذلك لا تستطيع طردها. هي لبؤة لا تستحق الحياة. رويدك يا مولاتي، لا يستسلم الأسد إلا بالحنكة والكياسة، وليست مولاتي بعجيزة عنهما؟ انظري إلي يا نرجس، ألم يكفه جمالي حتى انطلق إلى جارية؟ الرجال يخطئون أحيانا، مع ذلك يستمر في خطئه. هل قابلت مولاتي مولاي اليوم؟ قابلت من لا يتزحزح في حكمه. زبيدة تساوي مراجل، وابن الحرة صنو ابن الأمة. أيعقل هذا؟ أيعقل أن نساوي بين الذهب والنحاس والتبر والتراب؟ ضعي شكواك يا مولاتي بين يدي الوزير. أترين مولاك ألعوبة بين يدي وزرائه وقوابه؟ والله ما لأحد رأي فوق رأيه. إنما للحاشية بعض أثر. ألا ترين يا سيدتي أن قطرة الماء الضعيفة تؤثر في الصخر الصلد؟ إنك تحاولين أن تزحزحي ثقلا عن صدري بقولك هذا، لكنك لا تفلحين. أتعرفين يا نرجس متى يزاح هذا الثقل عن صدري؟ متى؟ عندما تموت مراجل وولدها في يوم واحد.